انا في الاول كنت كان مثلا شي حد انتقد كنت كيضرني خاطري واحد شويه، ولكن من بعد ملي بقيت كنفكر مع راسي لقيت بان ما كاين علاش غنتعصب، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها سواء سلبيه ولا ايجابيه، نرحب بالانتقاد ديالو وصافي. يعني الامور مشات هكا. لا صافي، ما بقيتش كنجاوب. الحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نعلمها ان ما تسرعش، ما تاخدش موقف من الواحد. مثلا هاد العصبيه اللي كانت فيا ما بغاش تكون في بنتي. ما تاخدش قرار بسرعه، يعني ما تسرعش، وانها تبقى داكشي اللي باغا هي ديرو، يعني داكشي اللي باغا تحقه هي اللي تحقه زعما. وانا غنساعدها اكيد. انا في الصباح كنفيق بنتي المدرسه، كنفطرها كلشي، من بعد كندير سبور. بنتي بحال صاحبتي، ماشي يعني كتقول لي كلشي، كنعاونها حتى في الدراسه ديالها كنعاونها بزاف.